السلام عليكم. ألقت مصالح الأمن بمدينة باريكا التابعة لولاية باتنا القبض على 6 أشخاص على خلفية نشوب خلاف بأسلحة محظورة وكبيرة الحجم بين أفراد عائلتين. وحسب التحقيقات الأولية، نشب هذا الشجار لأسباب أخلاقية، ولا يزال البحث جاريا عن 7 آخرين في حالة فرار. وتعود الحادثة الأليمة إلى تاريخ 3 جوان الجاري بعد انتشار فيديو كاميرا الحراسة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رصدت المواجهة بالتفاصيل، وتمت عملية توقيف بناء على تبليغ المواطنين لتتدخل المصالح الأمنية على جناح السرعة وإلقاء القبض على الأشخاص المشاركين في الشجار.